السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل كتاب جيم لتانية إعدادي صفحة 96 من الوحدة التانية. The story was very funny. القصة كانت مضحكة جدا. The children loved. هتبقى happily. ضحك الأطفال بسعي. الإجابة نمبر إيه. السؤال الثاني I always study space for the exams. يبقى hard. أنا عادة بذاكر بجدية للامتحانات. خدت هنا hard عشان hard تنفع صفة وظرف. هنا ظرف طبعا. السؤال الثالث Sometimes I need my teacher to talk more space so I can hear her better. أنا بعض الأحيان بحتاج إن المدرسة الخاصة بي تتكلم بشكل بطيء عشان أقدر أسمعها كويس. يبقى slowly الإجابة نمبر A. السؤال الرابع Playing music to space can hurt your hearing. عزف الموسيقى بشكل شديد جدا ده ممكن يأذي السمع الخاص بك. هنا هتبقى الإجابة تبقى ايه؟ هتبقى quiet ولا quietly ولا slowly ولا loudly. هنا ممكن نعمل استبعاد من المعنى quiet هادي quietly بهدوء slowly بطيء loudly بصوت عالي. يبقى ايه اللي هيأذي السمع بتاعي؟ يبقى loudly صوت عالي. الإجابة نمبر دي. السؤال الخامس مو صلاح plays very space he is fast runner. محمد صلاح بيلعب ايه جدا؟ he is fast runner هو سريع او هو متسابق سريع جدا. يبقى بيلعب ايه؟ تمام بلايز. يبقى بشكل جيد. يبقى well. اجابه نمبر ايه. السؤال السادس he looked at me. يبقى هو بص لي بشكل much angry more angry angry angrily. يبقى angrily عشان دي صفه او حال جايه بعد الفعل looked at وبعد كده بحط لها ال واي يبقى angrily بغضب. يبقى هو بص لي بغضب او نظر لي بغضب. السؤال السابع we slept well in our space bed. بد هنا سرير يبقى ده الاسم. يبقى طالما في نقاط قبليه يبقى دي صفه على طول مش هختار ظرف اللي هو اخره ال واي فهتبقى هنا ايه comfortable. اجابه نمبر اي. يبقى احنا بننام بشكل جيد على سرير مريح. السؤال الثامن هي از ان وات. سلام يا شباب. He is a driver. He drives very carefully. Driver هنا يعني سائق برضو اسمه قبلها نقاط يبقى هجيب صفة مش هجيب ظرف. يبقى استبعد أي حاجة فيها ال واي يبقى هي دي كده شيلها وخلينا يبقى careful و careless. careful يعني بحرص careless بإهمال. يبقى هو سواق إيه؟ هو بيقود بحرص شديد يبقى careful حرص. السؤال التاسع walk space or you may miss the bus. يعني امشي ايه والا هتفقد الباص الاوتوبيس بتاعك. هل هي كويك ولا فاست ولا سلو ولا سلولي؟ كده كده كويك بسرعه كويك سريع فاست سريع برضو سلو بطيء سلولي ببطء. هنا دي هتستبعد عشان مش مناسبه للمعنى ودي برضو هتستبعد مش مناسبه للمعنى. هنا ووك فعل تمام يبقى الفعل هيجي بعديه ظرف او حال واخره ال واي بس مفيش ال واي بس انا عندي فاست تنفع صفه وتنفع ظرف في نفس الوقت فاختار فاست. يبقى امشي بسرعه حتى مناسبه للمعنى وبرده كويك برده بس كويك دي صفه بس لازم تيجي قبل اسم. يبقى امشي بسرعه والا هتفقد الاوتوبيس. بالنسبه لاسئله التصحيح our football team will win because they are playing very good. هتبقى good well. السؤال الثاني this is a very important question please think space before you answer. think يعني اعتقد يبقى جاي بعديها ظرف او حال يبقى carefully. السؤال الثالث the children are singing يبقى loudly عشان جاي بعد الفعل singing. she usually arrives lately هتبقى late اصلا في الظرف والصفة واحد. The teacher spoke quiet هتبقى quietly. هي بمعناها بهدوء. That bird is flying very fastly طبعا تبقى fast لأن fast في الظرف والصفة واحد. في الصفحة المقابلة في جزء للمحادثة صفحة 97 Let me show you photo album. خليني اوريك الالبوم الصور الخاص بيا. بعد كده قال نقاط I like looking at photo انا بحب ابص ايه للصور photos. يبقى هو انا قال له حاجه ان هو بيحبها يعني وقال له وبيقول له يلا وريني اوريك الصور بتاعتي فيقول له اكيد حاجه كويسه انا بحب اشوف الايه الصور. يبقى ممكن اقول good او great.
خلينا في جريت. عظيم. I like looking at photos، أنا بحب أشوف الصور أو أبص في الصور. What about this photo، وماذا عن هذه الصور؟ It's lovely. It's lovely إيه؟ It's lovely إنها جميلة. وبعد كده سأله سؤال، قال له We were in الأزهر بارك. إن الأزهر بارك يعني إيه؟ في حديقة الأزهر، يبقى ده مكان، المكان بسأل عنه ب where. تمام، where وأجيب where برضو، يبقى where where اللي هتتحول إلى you بمعنى أنتم هنا. where were you، أين كنتم؟ we were in الأزهر بارك، إحنا كنا في الأزهر بارك. who is in space، هو يعني هو مين اللي موجود في كذا، فقال لي he is my brother، هو أخوي. وبعد كده in the background، في الخلفية. my father is in a blue t-shirt، وفي الخلف يوجد أبي في بالتيشيرت الأزرق. يبقى مين اللي يكون في المقدمة؟ طب لو كتبت background، لا هو الأفضل foreground، لأن هنا عكس الموضوع، لأنه بدأ يشرح له إن في الخلفية، يبقى هنا عايز في المقدمة أو في الطليعة. في المقدمة أو في الطليعة تبقى foreground. يبقى who is in foreground، مين اللي في المقدمة؟ فقال له he is my brother. in the background my father is in a blue t-shirt. بعد كده قال له where are you، طبعا ممكن هنا برضو احط the، يبقى the foreground. where are you، احنا وصلنا فين؟ where are you، انت بقى فين؟ فقال له نقط to my grandfather. I was sitting under the tree، انا كنت جالس تحت الشجر. هنا بيقول له to، to بيجي مع حرف الجر ايه، يبقى next to، يبقى next to، next to my grandfather، بجوار جدي. I was sitting under the tree، أنا كنت جالس تحت الشجرة. فقال له you at all، you were very young، أنت كنت صغير أوي. يبقى هنا I not you at all، at all يعني على الإطلاق، at all على الإطلاق، يبقى أنا معرفتكش على الإطلاق، أنت كنت صغير أوي، يبقى I don't know. بالنسبة للجزء اللي بعد كده صفحة 99 اللي هي General Exercises على Lessons 3 and 4. الأول نص الاستماع، بعد كده هنبدأ من الاختيارات إن شاء الله. السؤال الأول، السؤال الأول It's good to space new friends، make do stay spend. يبقى النوع من الجيد إن أنت تكون صداقات، يكون صداقات يعني make new friends جديدة. السؤال الثاني، the نقط temperature for people is 37 celsius،